دائماً كان عندي شعور بأنه عمل كل محاور هدف إظهار المعلومات اللي ممكن تهم المتلقي، ولنجيب أي معلومة في كثير طرق، أكثرها قرباً علي هي القصة، القصة اللي ممكن يسردها الضيف بتفاصيلها، بنبرة صوته، بانفعالاته وردود أفعاله، ممكن تحكي كثير، ممكن توثق فترات مختلفة عاشها، ممكن تاخدنا على أحداث مرقت معنا إحنا كمان، وبالمقابل نعيد النظر فيها ونتمعن بإحداثياتها. نحكي لبلد. مساء الخير، منحكي لبلد وحلقة جديدة. ضيفها من نيويورك أخذ طيارة وصل لبلاد وعلى الأغلب بعده مش مرتاح، ومن بين العيلة والعيد والكتار اللي بيستنوه في هاي المناسبة الخاصة، سرقناه لساعة زمن نحكي فيها لبلد. لبلد هو مشتاق لها عقد ما هي بتشتاق له كمان، لبلد اللي ناسها بيحبوه عقد ما هو كمان بيشوف حاله فيهن. نحكي لبلد الليلة مع نجم الأرب آيدل الفنان الفلسطيني أمير دندن. يا مساء الخير، يا مساء الفل، شو اخبارك حبيبي؟ يا اخي امير الله يسعدك، الحمد لله. كيفك؟ كل سنه وانت سالم. وانت سالم؟ انا والله العظيم منيح ومنيح ومنيح. ليش بنيويورك؟ والله كان عندي شويه حفلات في نيويورك. مش مقيم هناك؟ انا مقيم، عندي بيتي في نيويورك، بين نيويورك ودبي، فبضلني مسافر دائما. رح نحكي على هذا الترحال، بس صار عندك الاكسنت الامريكيه؟ تقريبا. هات نشوف. يلا ليتس توك. هاي لا، انا ما فيش اي احتمال اجربها حبيبي. فلاح فلاح مان. ما انا فلاح. فلاح مان. لا انت عايش كلنا فلاحين يعني، عادي بالعكس. هذا الشيء اعطيني هيك كلمه، بتعرف هاي بنسويها ككسر حواجز مع الضيف، اوكي؟ اذا اول مره عم نلتقي على الهواء. فاعطيني هيك كلمه وللمشاهدين كلمه ممكن نشوف الاكسنت الامريكانيه. واتس جوين اون مان؟ هاو ار يو؟ والله منيحة. لا شغال الزلمة. والله شغال الزلمة، شغال. اسمع شوي حبيبي الشعب. أنا بشكل عام أمير يعني بحب كتير صراحة أوروبا أكثر. قلبك كبير يعني؟ لحظة شوي. قلبي كبير كتير وبتحمل كتير، ويعني وتسألي شو بتحمل قلبي. بس اللي بحكي لك إياه أنه بحب أوروبا كثير. طبعا أوروبا كثير بحب أوروبا، أكيد. يعني شرقها، غربها، ريفها، مش عارف العواصم اللي فيها. جميلة جدا. بس صدقا هيك بين أصحابي دائما بحكي أنه أمريكا ولا مرة رح أزورها. ليه؟ أوكي، أنت قولي ليش لازم أزورها. أنا بقولك ليش لازم تزورها. أول شيء أمريكا بلد جدا جميل وكثير حلوة، شعب راقي جدا ومرتب، والحلو فيها بكل ولاية راح تشوف حضارة شكل وثقافة شكل ومناخ شكل. كل مناخ بيختلف عن ولاية، يعني كل ولاية بتختلف مناخ عن الثاني. طيب شو الولاية والعربي اللي مناخها بيشبه مجد الكروم؟ مناخها بيشبه بلادنا الحلوة اللي يعني بلادنا ما في زي ريحة تراب بلادنا، بس قريبة جدا لبلادنا. هي كاليفورنيا، لوس أنجلوس. شايفين طلعت الأكسنت، أنا ما قلتش إشي. سان دييغو، يعني هالبلاد بتحس حالك قاعد بفلسطين. فكتير حلوة مناخها، من طبيعة، من كل شيء. في تنوع، في هارموني بين هتنقول الثقافات كيف كلياتها؟ طبعا أمريكا لأنه فيها عدة تحت مظلة واحدة. شيء أكيد صح. ما يعني بأمريكا في كتير يعني طبعا ثقافات رح تكون في كتير فيها يعني من أوروبا كيف حكيت، في من الصين، في عرب، من كل ولايات العالم بتجمع كلهم بأمريكا، فراح تشوف أكثر يعني الثقافات راح تكون معددة، فهمت كيف؟ والناس غير، بس كثير حلو. إن شاء الله بتزورها وبتزورني وبتشرف في نيويورك.
في نيويورك ومدك بقى. نيويورك معروفة بالكثافة يمكن اللي فيها، كثافة الحياة، الحياة السريعة، لما بدك ترتاح منها لأي ولاية بتروح؟ على نيويورك. ما تقوليش باجي لهون. وين بدي أروح؟ تعودنا على سطح الدار يعني. بتعرف شيء، لما مثلا أروح أنا أسافر على كاليفورنيا ولا تسافر على أي بلد تاني، دائما بتكون مثلا بسوق السيارة ببين علي إنه أنا مش من هالبلد. ليه؟ لأنه متعودين نسوق بسرعة، كل الحياة بسرعة بسرعة دائما، فبتحس وقتك بمرق، ما بتحس فيه يعني، بمرق بسرعة، فهالشي تعودت عليه. بس أنا بالنسبة لي ميامي حلوة كمان، كتير حلوة، بلد هادي، تكساس كمان وكاليفورنيا، بس كاليفورنيا كمان عجقة يعني، ترافيك فيها عجقة السير بالساعات. طيب هذا كله كان تمهيد أمير لأحكي عن موضوع السفر. نعم، بعدنا ما يعني بدينا هيك تمهيد بس. بس تمهيد، لا بعدنا عم نحمي. اعمل هيك، اعمل هيك، الدورة الدموية بتشتغل، اشرب مي، كن على راحتك، احنا بصالون بيت لذيذ. كثير مبسوط اني موجود معك صدقني، والله العظيم شرف لي. على فكرة احنا كثير بدنا نشكرك، لأنه كل موضوع التنسيق وموضوع الدعوة، إن كان من خلالك أو من خلال الطاقم تبعك، والاهتمام في إنه الحلقة تطلع بالشكل المناسب والإعلان عنها والتفاصيل الصغيرة، أنا عن جد بقول شابو لكل هذا الطاقم اللي عم بيشتغل تحت مظلتك اليوم أمير. تسلم تسلم، كلك ذوق حبيبي. على كل، نرجع على موضوعنا الأساسي، السفر. السفر أو إنك تكون بمحل اللي تلمع فيه بلحظة معينة، تلمع فيه فكرة السفر أو الانتقال من محل إلى آخر، من بلد اللي أنت خلقت فيها، ربيت فيها وما إلى ذلك، فيها في عندك دوائرك الاجتماعية فيها، لبلد اللي أنت عم تبني فيها حياة جديدة. وأنت أول مرة أمير لمعت الفكرة براسك؟ إنه أنتقل من بلد لبلد، ما أقصد؟ والله من طفولتي وأنا صغير، يعني أنا طول عمري أحب أسافر، بحب السفر. وبالعكس أنا بحب بلادي وبعشق بلادي، بس عندي شيء إنه الإنسان اللي بده ينجح لازم يبعد عن أهله ويشتق طريقه لحاله ليبني نفسه. فهذا الشيء اللي كان مشجعني، وكان نفسي أروح على أمريكا. أول شيء لأنه عمي موجود في أمريكا، في نيويورك كمان، سبب كافي. فقلت يعني إذا مثلاً لا سمح الله وقعت، عمي يعني كيف ظاهر ظاهر. فبشكل عام بحب أتكل على نفسي من وأنا صغير، وبحب إنه أتغرب، كنت حابب أتغرب لأشوف شو هالحياة. ما بدي أتكل على والدي ولا أي حدا، أتكل على نفسي. عظيم جدا. بس أمير أنت بتوافقني يمكن بين الشباب جيالنا، ما إحنا مواليد 91 برضو. أمير وأمير. بس أنت طبقت ال 28 قبلي. لا أنت متى؟ أنا 31 10، بعد قدامي طريق طويلة. طويلة طويلة. أكبر منك كل عمو أنت. أكبر منك. يلا بالغ بالغ. دائما فكرة الانتقال من البلد إلى أي مكان آخر، أوكي، اللي أنا بشوف فيها كثير أمل أوقات وكثير ضيل لأي حدا موهوب وفيش إمكانيات بالفعل تخدمه، هي مقرونة بأنه في إشي مش ممكن وين الإنسان موجود. شو اللي مش ممكن عندنا بالبلد؟ اللي مش ممكن هو أوكي، إحنا محصورين، برجع بحكي لك إياها، إحنا محصورين هنا، يعني كتير أشياء إنه إحنا ممكن الإنسان يتقدم في حياته، بيتقدم في حياتك، بس رح تضلك تحت شيء، يعني تحت نطاق معين، ما فيك تطلع منه، ما فيك تتغير، يعني ما فيك إنه مثلاً أنا حلمي بهالشيء. ممكن هون يكون حلمك بهالشيء ويكون عندك الإرادة، بس ما توصله، بينما لما تكون في بلد تاني توصله. هذا الشيء اللي أنا بحكي فيه، من كل شيء، من عمل، من يعني إذا تحلم تتقدم في الحياة ماديا، يعني هون تتقدم، بس ما رح تتقدم يمكن إذا الشغلات اللي بتعملها هون ممكن تعملها من قلبك وتشتغل كتير، بأمريكا تعملها تعمل أكتر. نفس الشيء، ليه؟ لأنه البلد أكبر وحرية أكتر، والبلد يعني مفتوح، وسهولة انتشار برضو. صحيح. أوسع إذا إحنا عم نحكي عن مجال اللي بالأساس اللي ما نجح في بلد وما بنجح في بلد تاني، يعني لازم تكون ناجح في بلدك لتنجح في بلد تاني. قوية مثلاً هاي. طبعاً مش إنك تقعد مثلاً تقولوا لو أنا برا بعمل، لا لازم تشتغل. صح. هون يعني اسعى يا عبد، تسعى معك دائماً. عظيم عظيم. هل بقدر بعد كل هذا الحديث أمير هقول إنك خضعت للمعيقات الموجودة بالبلد؟
المعيقات الموجودة خضعت قبل المعيقات؟ شيء أكيد، شيء أكيد طبعاً. يعني واحد من الأسباب راحتك إياهم يعني أني طول عمري نفسي أنشهر ومن وأنا صغير وتغني على كل مسرح بالعالم. مسارح بالعالم، ويمكن كنت وأنا صغير ممكن أكون كان إلي شهرة معينة بس ما كانت، لأنه إحنا بشكل عام مش بإيدنا، محصورين. فهذا الشيء اللي يعني الحمد لله هلأ عم تتحسن الأمور، عم بصير أفضل والشباب عم بنطلقوا. هات نحط شوي المهنة والاحتراف على جنب والغناء والموسيقى على جنب. شو ينفع تساوي برا ما تسويهوش هون مثلاً؟ صعيد إنسان عادي، ينفع تحب برا وتعيش الحب أكثر؟ كيف يعني تحب؟ يعني هون كله صار يحبه عادي. أنا بالعكس أنا طلعت أربع لا هو مش إنه عادي، هو في بتعرف ظروف وعادات. سافرت أربع سنين على أمريكا، أول أربع سنين ما قدرتش أجي لهون عشان الأوراق. بعد ما أجيت لهون اشتغلت وكذا، أجيت لهون شفت كل شيء تغير. أنا شفت في حرية هون. أي سنوات هاي؟ عم تحكي يعني بال 2014 2015، قبل خمس سنين تقريبا. بالضبط. أنا لما سافرت بال 2010 لما رجعت شفت غير، يعني شفت انه في انفتاح، في شغلات كثير اللي احنا ما كنا نسترجي نعملها هلا الجيل عم بيعملها مثلا. ف هذا الشيء اللي شفته غريب. فبقدرش اقول لك انه من ناحيه حريه كل شيء، حتى هناك يعني في احترام وفي بالعكس، يعني ما تفكر انه لا ايش بدك بتعمل. امير دندن اعد اخر سؤال على برا والبلاد، اوكي؟ وانت وانت في نيويورك او في امريكا عموما، اوكي هاي القسم بعده مرفوع، قلت انه يلعن ابو هالشغله بدي اروح صراحه ولا مره. لا بمزح معك. لا طبعا، لما بنفع تقول كمان كم مره اذا الاسباب شوي بدها تكون خاصه. احكي لك شيء، لما كنت مشتاق لاهلي وبدي اشوفهم، يعني اول كم سنه يعني انضغطت كثير وقلت خلص انا بدي اروح اشوف اهلي، اخوتي، خواتي، الوالد والوالده، لانه مهما كان الغربه مش هويني. بتحن لاهلك وبتحن لتراب بلدك. اقسم بالله اول ما وصلت لبلاد عندنا فلسطين شميت ريحه تراب البلاد، يعني قلت الله اكبر، عن جد هالبلد غالي وترابه غالي واهله غالي. شو اول طقس بتعمله لما توصل من السفر وانت بس امبارح بالليل واصل من السفر؟ والله كانت هاي من احلى سفريات سفرتها لي، لانه اول ما وصلت شفت الوالده قدامي، فهيك يعني قلبي فتح للدنيا وانبسطت كثير، لانه الواحد دائما رضا الله من رضا الوالدين. انا عندي الوالد ووالدي، عندي هذا الهاشتاج المرافق دائما لمنشوراتك او صور. شيء اكيد، لانه انا عندي الوالد والوالده دائما هن بعيوني، يعني اول شيء هن وبعدين كل شيء بيصير، بعدين كل شيء بيكمل، لانه رضا الله من رضا الوالدين. والحمد لله الله اعطيني والدي، يعني الحمد لله رب العالمين، ووالد بجنن. فهذا احنا بنمسيهم بالخير، بنمسيهم كل عام وهن بخير كمان، وكل عام يا رب وكل شعبنا بألف خير يا رب. على موضوع بس الأهل هيك والرجعة من السفر، بتعرف بشكل عام لما بنكون كثير غايبين وقت عن البيت وبتروح على البيت أنه في شغلات أنت بتعملها بقوة نفسك بذات نفسك، بس في شغلات بيشحطوك عليها. عشو بيشحطوك بشكل عام؟ أنا على الأكل. شو بتحطوك؟ على الحلويات وعلى اللي بتكون ماشي على دايت معين تعرف حالك. هلأ طبعا العيد اللحمة والحلو وكذا، انت بتقول بديش بس بتطلع من بعيد انه لا كل كل كل. صنم شو بتقدرش ما تقاومش او بتقدر ما تقاومش؟ والله يعني بتعرف العزومات كثيره. بس هيك يعني اكله ممكن تكون حلوه او مش حلوه، اكله عاديه طبخه تقول لا هاي وين، ولا دايت ولا نظام غذائي ولا اي شيء ثاني. اشي اكيد انا مثلا على اللي يعني على ال بحب الفاصوليا البيضة والرز والطبعا الورق عنب. منيح هاي ملان نشويات طبعا. بلحمة ولا نباتية ولا؟ يعني حسب، مرات بقول بديش أكل لحمة أصير فيجيتيريان بس إنه تزبطش. طبعا الأكل والدي دائما غير، بس أنا طبعا هدول أكلات اثنتين ما فيش أقول لا. يعني قبل ما نفوت على العيلة أكثر أمير، يعني ما بعرف بس في ناس بيقولوا إنه دائما
وانت جنب اهلك بحاجه لحمايه اقل، ولما تكون بعيده عنهم انت بحاجه لحمايه اكبر، بحاجه لناس بظهرك اكثر، بحاجه لدوائر اجتماعيه متينه اكثر. مزبوط. في ناس بيقولوا لا. احكي لك شيء بالنسبه لهالسؤال، احكي لك عن يعني زمان احنا كنا بحاجه لاهلنا كثير واحنا صغار، لانه مرتبطين فيهم ارتباط، لما يكبروا احنا بنصير مسؤولين عنهم. فانا اليوم بشوف انه اهلي بحاجه لإلي، اكون واقف جنبهم، وانا بدي هالقوه بكفي انه لما اكون مرات قاعد لحالي او متضايق من شيء معين هن بيهونوا علي، بيهونوا علي، وخصوصا الوالدي، لا ان شاء الله خير، الامور بتتغير، بتصير احسن للافضل، ان شاء الله ما بيصير غير كل خير. بتحس دائما بيعطوك المعنويه اللي بيعطوك الطاقه الايجابيه. امير، وانت حسيت انه بدك اياه انه مش قادر تشوف حدك؟ هلا انا اكثر مره انضغطت فيها لما والدي تعب شوي، حسيت حالي بدي انفجر وبدي اسافر في اي لحظه. لقيتها صار عنده، صار شوي صحته تعبت، وحتى ما قدرت احكي معه، بس بعد فتره صرت احكي معه شوي، فالله يعطيه الصحه يا رب. فحسيت حالي انا لحالي، يعني انه قلت خلاص يعني بدي اروح لو شو ما كان يكون، وكنت كان صعب شوي اروح، بس خلص قلت ذاتس إت، لحد هون ولازم اسافر. فان شاء الله يا ربي يعني ما ترجع الايام تتكرر، الله يعطيه الصحه ان شاء الله. والاهل صدقني غاليين، وما بتحس فيها لما الواحد يكون عايش بين اهله، ما بحس لانه بشوف والدته ووالده يوم يوم. بس انا لاني مسافر يعني صار لي 9 سنين، فايت في العاشره، 9 سنين برا، فما بشوف اهلي كثير غير اخر فتره لما اسافر كثير على الميدل ايست، ويعني اجي كثير على فلسطين على البلاد، فبشوف اهلي، بس بنفس الوقت مش دائما بشوفهم يعني بشكل عام. فهالشيء انا بحسد ان الشباب هالشبيبي، وبقول لهم ديروا بالكم على اهلكم، حطوهم بقلوبكم وبعيونكم، لانه ما في اغلى من الوالد والوالده. امير، رح نحكي اكثر كمان على طبيعه علاقتك مع اهلك، شويه تاثيرات يمكن والاسقاطات على شو امير دندن اليوم. بس حاليا بدي افتح هيك باب الطفوله شوي، وانا بدي اطلب من اصدقائي في الكنترول روم الفيديو هيك الصغير اللي حضرناه يكون جاهز، عبين ما شوي هيك تعطينا وكانه بطاقه تعريفيه عن امير الطفل، الإشي اللي احنا نعرفوش. امير الطفل، اوكي. لا، هاي مش امير الفنان شو بقول امير الانسان اكيد، اوكي. امير الطفل. ايوه. قديش كان عصبي؟ قديش كان عنيد؟ قديش كان خجول؟ والله اللي بيحكوا لي انا يعني، طبعا وانا طفل في شغلات بتذكرها، في شغلات ما بتذكرها. انا ما غلبت اهلي، يعني ما كنت مثلا اروح اسرق. عندي ابن عمي كان ورش شوي اسكندنيا، اسمه عابد، الاسكندنيا طبعا حامد، وهيك تعرف ما ضلش ولا حبي على شجره، يعني كنت بالعائل مثلا ما حدا يعني لما اخذ شيء ما خليش شيء وراي، يعني حدا فمين يكون ابن عمي الثاني؟ عابد هذاك كان ما خلاش ولا شجره مثلا في الحاره حوالينا. بس لا، بشكل عام ما غلبتهم لاهلي في، بس هاي مش مشاغب، ما كنتش كثير عن مشاغب، يعني بالمدرسه، ايامات المدرسه على الخفيف، فهمت كيف؟ هيك بوقت المراهقه. فمره اجى رحت بعيد، اجى ليش؟ لا خرفني، لا لحظه خرفني، اجى مره والدي على المدرسه. ابسط شيء كنت انا عامل يومتها، كان احنا عندنا في الشعار تبع على البلوزه، صح، بخيطوه على المدرسه، صح، في تيني، يعني تينو مكتوب بمدرسه مجد الكروم الثانويه اللي هو. طيب حلو، يوم من الايام فيش كل بلوزاتي في الغسيل، شو كيف بدي اروح على المدرسه في عندي بلوزه ما فيش عليها شعار؟ لبستها وطلعت، الاستاذ ممنوع تفوت. قلت له يا استاذ يعني لابس بس بالغسيل، يعني قال لا مش مشكله بدك تلبسها وعادي. قلت له ما ينفعش يا زلمه، بتعرف زمان كانت يعني الدنيا حم وتروح ماشي وهيك الواحد يتعب. اجيت اروح خلص، قلت فيش لا فيش كله لا تصفي جوا، واجيت اروح طلعت هيك ولا في تيني، اقسم بالله قمت غصن منها، قمت ورقه التين وحطيتها هون، كتبت مدرسه مجد الكون، فوت على الصف، قلت له هيك تم، قال لي هيك فيك تقعد. يعني فوتت قعدت، شو بدي اعمل اروح؟ يعني والدي راح اقول هذا مش مشاغب. يعني بالعائل بس دير بالك. شفت اخذت لهجة مجد الكروم أنا؟ طبعا. هذا مش مشاغب؟ شاغب شو؟ شاغب يعني. طبعا أتعلم بسرعة. أنا الفيديو جاهز؟ يلا هات، يلا هات نشوف. ما به هو بدالك يا روحي، ما به هو بدالك
لوين رجعك هذا الفيديو؟ أمير؟ رجعني والله للطفولة، الأيامات اللي ما كنا نفكر غير بس بالفرح بالسعادة. طفل نحضر برامج، أحب أغني، أحب أطلع أشوف والدي وهو يغني، أتعلم منه تصرفاته كيف على المسرح. على فكرة هو اللي كان يغني معي، هو كان عم وابن عمي اللي بيطب بدق. هاي أيامات ما بتنتسى، أيامات الطفولة اللي كلنا منحبها. شو بقي وشو تغير أمير من الطفل اللي شفناه حاليا؟ والله يعني بقي كل شيء حلو صدقني، السعادة، أهلي الحمد لله. الشيء اللي راح اللي هو يعني العفوية راحت؟ لا بعدها العفوية، بالعكس أنا كثير عفوي، بكف عندي البيبي فيس كمان بعده والغمزات بعد بس بالعكس ما راح إلا هو يمكن جد. صار في كثير شغلات بحياتي اللي أنا يعني طبعا طفل ما كان في، يعني اليوم في مسؤولية كبيرة، صارت زمان ما كان فيها المسؤولية، كان في إنه أنت تغني، تحضر برامج، تروح على المدرسة، تحل وظيفك، هذا هو العبء، تلعب تنزل تلعب مع اولاد عمك واصحابك. بعدك بتعرف تغني الغناي اللي كانت طبعا بالفيديو؟ تحب تسمعها؟ لا انا بديش اسمعها بس عشان تفهمني. انا بدي اشوف الفرق بس. الصوت؟ لا قديش تطور امير عشان انا شوي زمان ما سمعتوش. لا امير سمعنا اياها شوي لو سمحت. تيرا تارا اللي بجمالك ما لقيت ابدا، ما بهوى بدالك يا روحي ابدا، يلي بجمالك ما لقيت ابدا، ما بهوى بدالك يا روحي ابدا، حلوين كتير انا شفت كتير، لكن بجمالك ما لقيت ابدا. لا الصوت يا جماعه تطور. اصدقائي في الاستوديو يعني صوتوا لنا هيك من 10، ايديكم ارفعوا ايديكم. 15 اكرم قال خلص 15 يعني بزبط، بينفع اغني، بينفع تغني، اقدم لبرنامج بزبط انه برامج المواهب شوي اقل يعني عشان تعرف بيقولوا اعطيني شوي معنوية ولو معك برنامج، اعطيني قول لي يعني فيك تقدم، ادعمني شوي ولو شو السيري. لا انا مع انه تنتج البوم دغري يعني تعرف تجرب حظك بالبوم الاطفال بالاول، بس ليه بتغنيش؟ منيح صوتك مش بطال والله، في اغنية براسي يا حنان حلوة. شو بتقول بس؟ يا اللي طالعين جديدة. شو بتقول؟ مش عارف ما بدي سكوب. حبيت المستقبل ايش هيك. طيب مستقبل امير بالغناء على ما يبدو انه رائع، يعني احنا بندعيكم تابعوا اخباره، على الاغلب راح تشوفوا نجم بس يكبر هذا الشاب حبيبي. شوف ان شاء الله امير حبيبي قديش انا مبسوط انك قديش مبسوط انه معنا اليوم. تعال احكي لي على هذا البيت، على هذا البيت اللي ممكن اذا بدي اكون دقيق مشبع بالموسيقى او مشبع بالموسيقى، حتى تعون اللغه العربيه ما يفيعوا علي طبعا، مشبع بالموسيقى. والد بغني وانت بتغني من انت وصغير، الموسيقى بكل محل في كل زاويه في البيت. هذا الموضوع مش راح أقول لك قديش خلاك تغني، لا راح أقول لك قديش هذا الموضوع يمكن بيأطرك بلون موسيقي معين، صح، وبيخليك تشوف وبمنعك تشوف عوالم ثانية من الموسيقى. أول شيء أنا راح أوجه تحية لأهلي وعائلتي الكريمة اللي أنا بفتخر فيهم فردا، وأنا لما نحكي فنيا أنا بحب أشكرهم لأنه هن طبعا أنا بسببهم موجود اليوم العرابين، شيء أكيد. وبحب أذكرهم، في والدي الفنان خالد دندن، وفي كمان عندي عمامي فهيم وسمير بغنوا، فنانين فهيم بأمريكا وسمير في البلاد، وجههم تحية. وعندي كمان خالي باسم فنان، باسم غطاس فنان كبير وبيعزف على الجيتار، وطبعا وسماعي يعني سمعه جدا قوي. ف
فالعائلة كلها فن يعني فنية، ونفس الشيء عمي فهيم بيعزف عود، ودائما كانوا يشددوا علي حتى في الأرب آيدل. والله العظيم ما كنت يعني لجنة الحكم كنت أطلع أغني، بس كان يدققوا علي، كنا نسجل مثلا هنا هنا كذا، هون هيك هون هيك هون هيك، كنت أسمع لهم أبعث الأغاني وأسمع شو هني راحوا يحكوا لي. فبالحمد لله بالعكس كان كل شيء تمام، بس أنا بشكرهم. كنت أخذ نفس الملاحظات؟ بشكل عام بصراحة ما كنت أخذ كتير ملاحظات منهم، مثلا الوالد بالمويل كنت أخذ مثلا قولي لي مثلا غني هالمرة شيء، غني هالمرة شيء هيك، غير لون معين. أي عالم موسيقي كنت بتقول اليوم لو إن انكشفت له أنا صغير؟ يعني أنا بتمنى لو خلقت انولدت في أيامات فنان يعني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. أنا بعشق هذيك الأيام لأنه أيامات الفن الأصيل والطرب الأصيل والكلمة الحلوة كانت موجودة بهذاك العصر، فكنت أتمنى. بس كمان هالعصر جميل جدا، فيك أنت تختار لونك وطريقك والناس تحبك في هاللون. فإحنا عم نسمع كتير أغاني اليوم اللي هي عم تنشر هيك يعني هشك بشك، صح ممكن بتروح صحيح ممكن في أغاني اليوم جميل اللي هي بتبقى. فبالعكس كل إنسان فيه يختار طريقه الفنية ويصنع طريق حلوي ويصنع هوية فنية جميلة جدا. مين عرف اليوم بعالمنا ووطننا العربي يعمل لون بتقول صابها؟ عم تحكي على فنانين قدام ولا جديد؟ لا جديد، مع كل الميكس هذا اليوم بين القديم والحديث. هلا انا بقول لك شيء، انا مثلا يعني شو قديم يعني، طبعا الفنان عمرو دياب فنان كبير يعني عمل له ستايل معين ونجح فيه كثير لدرجه انه لحد اليوم بعده نجم كبير. فهمت كيف؟ فانا بحترم هالشيء فيه، يعني هذا شيء كثير كبير. احنا مش عم نحكي بنحكي على مسيره فنيه بس كفنان جدد مثلا فيك في ملح مزين، فنان كبير بجنن وعمل هويه لنفسه، وفي كمان نصيف زيتون كثير حلو فنان حلو، وفي كثير والله بدون ذكر اسماء يعني. طب عظيم جدا، موجه لهم تحيه. تعالوا على بنحكي لبلد السنه الجاي. تعالوا والله اهلا وسهلا، تعالوا يعني تعالوا، بتعرفوا الحدود مفتوحه يعني وفيش احتلال وفيش شيء، كل شيء تمام. لما انه عم نحكي عن العائله، وانت بتقول امير انا ابن ابوي، وانت بتقول انا ابن امي. اوكي انا بقول لك شو اللي بيصير يعني أسهب لما يتغزلوا فيه، ولا بتقولوا أنت حبيبي تشبه أمك. يعني كيف صابوي من جن، بقول لا طبعا يعني هو إجى لحاله هيك من عند الله. فبتقولي غمزاتك إلي وهيك، فأبوي بقول لها طبعا. والصوت أمي صوتها كتير حلو على فكرة، جدا صوتها حلو، وأنا أخذت من اثنين، من الوالد من الوالدة. الوالد الصوت الجبلي القوي والإحساس الحلو، والأمي كمان نفس الشيء إحساسها. مثلا أنا أغاني عبد الوهاب الفن القديم أمي ربطني عليه، فما كنت انام غير ما تغني لي، دائما دائما كانت تغني لي. صح. والدي كمان كان يغني لي يعني اغاني جبليه ودي صافي طرب، فدائما انا اخذت الميكس من هون ومن هون. وحط الصوت عرف، هذا الصوت والموسيقى عرف. احكي لي بالحياه اكثر، وانت بتقول انا ابن ابوي، وانت بتقول انا ابن امي. انا ابن ابوي في لما اكون يعني صارم يعني صام يعني صامد، انه بالمواقف الصعبه اللي بدها حزم بدها بكون ابن ابوي بالضبط. يعني انا لما ابوي فيه شيء انه بحبك بحبك، ما بحبك يعني خلص ببعد عنك، بقول لك في وجهك انه انت عملت غلط هيك. انا نفس الشيء، بس انا ايش مثلا خلص ببعد كثير ببعد، فهو كثير صارم بهالشيء. ووالدتي حنوني يعني حنوني وقلبها طيب، لا حرام كذا، دائما تعرف الام كيف قلبها. فعندي هالشيء يعني من هون ومن هون. الصبر مرات، انا عصبي شوي مرات مش دائما، بس اخر فتره بحس حالي كثير قريب على الوالده، انه يعني بعمل المستحيل ما اتعصبان بسرعه، ابعد عن المشاكل، اتروى شوي شوي لانه هذا الافضل. وهو بتعرف مع تراكمية التجربة ومع مرور الوقت وهيك أكيد والعمر، بتعرف قربنا على 30 يعني لازم عندي شعر أبيض كتير إذا أنا بخليه على فكرة، وأنا عندي بس بخبيهن أنا عشان. والله مش عارف بيانات على الكاميرا ضبطونا. فهذا الشيء اللي باخده منهن، فدائما في يعني في فرق بين الوالد، الوالد تعرف دائما الأب وبيجي شوي
الحازم أكثر والصارم وهيك. عن هذا التوازن في العيلة رح نحكي بعد أكثر، بس وينتا؟ متى ما بتحب؟ لا بعد الفاصل، يلا خليكم معنا الفاصل.